كل يوم جديد. فالكون كوميكس بتمشي خطوة جديدة. احنا في مزرعة عند المنتج في طريق طويل عهدت نفسها عليه. طبعا كل ما طولت المسافات كل ما كان يطلع جودة احسن. هنا عملية التجفيف لتقديم افضل جودة وافضل خامات. قيس هو كثافة 587 من خيرات الأرض في البرازيل 12.7% لكل مكان في العالم. إنتاج الفلفل الأسود دي الحبوب بتاعت الفلفل بيكبر بيكم وياكم يوم بعد يوم. شكرا لكل اللي وثقوا في قدرات وإمكانيات شركتنا. السادة المستوردين في جميع أنحاء الوطن العربي أو حتى في أي مكان في العالم بدأنا عملية التحميل للكونتينر. استورد من البرازيل فالكون كوميكس.